السلام عليكم جميعا، مرحبا بكم عندي في قناة ملكيتا مالينا. أتمنى تكونوا بخير إن شاء الله. اليوم كنقترح عليكم كاتو بنين بدون فرن، سهل، مكونات بسيطة. نبقاو مع المقادير. عندي بسكوي باكية 200 غرام، إترو ديال الحليب، جوج أكياس ديال فلون شوكولا، ثلاثة ديال فلون لافاني، ديرو اللي بغيتي سيدتي، جوج دانات، واحد كاراميل، واحد شوكولا، ربعة معالق سنيدة، ربعة معالق ديال النشا. عندي هنا حليب خلطة بشوية تاع نسكافي مع معلقة تاع سنيدة، ما تنساوهاش باش ما يجيكمش مر. غندوز فيه هاد لابيسكوت. بقاو على فيديو مع طريقة التحضير. سيدتي يعني كملتو، غادي نمشي نديه للفريكو ونعاود نرجع باش نديرو الفلون. غادي نديرو دابا الطبقة الأولى ديال الفلون، نبداو على بركة الله. بسم الله إن شاء الله. غنديرو نص إترو من هنايا، إترو غادي نديرو نص ديال نص إترو، وهدا غنخليو نص لتر لاخر نديرو الطبقة الثانية. كما قلنا غنديرو جوج معالق ديال النشا، بسم الله، و جوج معالق ديال سنيدة. غادي نحركو هادشي سيدتي مزيان، حيت خصنا باش ما نشعلوش عليه حتى يدوب لينا هادشي كامل، نحسو بيه راه تخلط كما بقات حتى شي كره عندنا لتحت. بعد هكا نزيدو عليه، غادي نديرو الطبقة ديال لافاني تحت ديال الفلون، ثلاثة درت على ثلاثة. علاش كنديرو فلون؟ اش كنديرو معاه؟ النشا باش تعقد لينا الكريمه ما كتسيحش ملي كنجيو نقطعو ديال الكاطو بحال هكا. انا سيدتي غادي نكتفي غير بجوج باش ما يجينيش عقد بزاف، نكتفي غير بجوج ديال لي بودينغ ديال الفلون. دايرين جوج ديال المعالق تاع النشا، فوالا نشعلو عليهم. غادي نبقى معاهم التحريك حتى تعقد ليا لاكريم، انا نرجع معاكم. شوفو سيدتي كنبقاو مع التحريك هكا هكا هانتوما حتى كيولي لينا الخليط تعقد صافي. كنطفيو ملي كيديرو هاد البواقات بحال هكا بحال هكا صافي كنعرفو هو واجد، ولكن دايما مع التحريك. كما كتشوفي سيدتي هو خرجت المول ديالي من فريكو، خليتو حتى قصح ليا البسكوي اللي درت في الحليب مع سكر ونسكافي، ها هو راه واقف. دابا غنخوي لاكريم ديالي بحال هاد الشكل، تبعو معايا مزيان سيدتي. ها انتوما كنخليو شويه من ديك لاكريم، تنزيدو عليها هاد البانيت ديال الكراميل اللي قلت لكم في الاول، كنخلطوه مزيان مع ديك شويه تاع فلون على هكا. باش كيبقى لنا لوغو مزيان،
خديت في اللون كيفاش ولا. دابا كنسرحو كلو هكا تبعوني مرحله مرحله ما كيجي هاد الديسير غزال. غنسرحو وغادي ندخلو للفريكو تي تبرد لينا هاد الطبقه الاولى غنجي نعاود نطلق معاكم. كنعاود نفز كاد غير شويه ماشي بزاف كنستف هكا سيداتي الطبقه الثانيه سمحوا لي الا تهرست لكم تعاودوا تقدوا هكا بحال هكا معليش كلشي غيتهطب. الطبقه الثانيه تاع الشوكولات غنبقاو على هكا حتى نسالي هاد الطبقه ان شاء الله ونتلاقى معكم. حتى شي بلاصه مقاداش تنقادو بحال هكا صافي ها هو وجد. كتزينو باش ما بغيتو سيداتي. انا خديت هاد الحبيبات تاع الشوكولا الابيض هادي راه غير 5 دراهم تقدرو تزينو باش ما بغيتو بحال هكا بحال هكا سيداتي ودخلو للفريكو منين غادي يبرد ونخرجو نتلاقى معكم طبق التقديم ان شاء الله. كما كتشوفوا سيداتي هي راه خرجت من الفريكو بردات. بقاو مع الصور تشوفوا كيفاش كتجي. راه غنتمنى تكون عجبتكم جربوها في ديالكم ديروا لي جيم ابوني بارطاجي الى الوصفه القادمه ان شاء الله.
آه.